السلام عليكم. لم تلحق ميليشيا الحوثي الأذى بالدولة والأرض والإنسان فحسب. الثقافة الشعبية لليمنيين هي ضمن المتضررين من المسلك الحوثي الذي يحمل ارتباطاً وثيقاً وحبلاً سرياً وحتى علنياً بالمشروع الإمامي سياسياً وثقافياً. كانت الإمامة تستخدم الثقافة الشعبية ضد الشعب، من الزوامل إلى الأمثال الشعبية والأحكام والنوادر، وكذا الثقافة التاريخية. الفن كان أبرز التراث المادي الذي تعرض لسطو الميليشيا حينما تحول الإرث الشعبي إلى مادة تعبوية لميليشيا الانقلاب. بينما عملت الميليشيا على محو معالم الأغنية اليمنية والفن المرتبط بها في مناطق سيطرة الانقلاب، النشيد الوطني وصوت أيوب طارش في صعدة أصبح غريبا في مربعات الصرخة، وداعي الحرب أصبح بديلا لداعي الوطن الكبير والهوية اليمنية. يقول الكاتب فتحي أبو النصر: إن الزامل فن غنائي يمني عريق يرتبط بالقبيلة، وله أصالة تاريخية جعلته متجذرا في العقل القبلي وفي العاطفة القبلية، لذلك فإنه يتناسب مع الذائقة القبلية التي عمل الحوثي على دغدغتها وتهيجها لصالحه، كما يتفوق حتى على الأناشيد الحديثة في بث التحدي والإرادة. ويضيف أن مستشرقا ألمانيا هو هانز هولفتيز يشير في كتابه اليمن من الباب الخلفي إلى أن اليمنيين يعتقدون بأن مجرد إنشاد هذا النشيد الذي يسمى زاملا كفيل ببث الفزع في قلوب الأعداء. ومن الواضح، يقول أبو النصر، إن الزامل هو من أهم منابع ومغذيات الهستيريا الحوثية اليوم، إذ يمتزج الإيقاع الصاخب والحاد للزامل بتهيج من جلبتهم الميليشيا إلى حربها. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني بهذه الحلقة يناقش واقع الفن الوطني في حرب الميليشيا. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. من حي على الحوار والدولة المدنية إلى حي بداع الموت، هكذا يمكن تكثيف صورة ما حل باليمن، صورة مختصرة عما كنا على أعتابه وبينما ساقتنا الميليشيا إليه. للزوامل دور كبير في الإحماء القتالي لدى ميليشيا الحوثي وتحشيد القبائل لمعاركها، والزوامل جزء من الموروث الشعبي الذي ارتبط بالإنتاج الزراعي والحصاد وشكل موروثا حضاريا عن حياة اليمني في الريف. لم ينجو اليمنيون من سياسة الإفقار والتجهيل التي كرسها المخلوع صالح خلال 3 عقود، فقد كان لها الأثر السلبي على حياة الناس، خصوصا أبناء الجغرافيا التاريخية للإمامة ممن وجدهم الإماميون بيئة خصبة لاقتياد أبنائهم إلى الموت. لكن هذا لم يكفي، فخلال سنوات الحرب الثلاث غاب النشيد الوطني والأغاني الوطنية أمام هذا الكم الهائل من دعوات الموت. يرى البعض أن المكونات الرافضة للانقلاب اليوم فشلت في مواجهة هذا التحريض بإنتاج فن وطني يناهض القتل والعنف ويقاوم مشروع محاولة استعادة الإمامة. تبدو المقارنة غير منصفة بين معركة اليوم ومعارك الحرية التي خاضها اليمنيون في الماضي، سواء في سبتمبر أو أكتوبر أو فبراير. أنت يا أيلول فجري في دمي سجلت تاريخي وفخري، يا جلال الحق صوت القدر لوثوب الشعب في سبتمبر. هكذا فجر الشاعر الثائر عثمان أبو ماهر كلماته بلحن وأداء الفنان أيوب طارش، فكان لهذه الكلمات والألحان وقع البراكين المشتعلة في نفوس الثوار الأحرار. أنا الشعب يا فندم، أنا الشعب يا وزير، أنا طحت عرش الملك والطاغي الكبير، وطاردتهم بالجندي الكادح الفقير. بهذه الكلمات كان فنان الثورة علي الآنسي يتنقل بين جبهات الثورة، يرسخ مبادئ النضال والحرية في نفوس الثوار وعموم أبناء الشعب. والله ورب العرش ما نخضع. في فبراير أيضا حضر الفن الثوري بقوة، وكان له صدى في أوساط جميع اليمنيين حتى ممن خاصموا الثورة حينها. فهل قضت الحرب على الفن؟ سؤال يضع الفنان اليمني أمام اختبار وطني، ويفرض ضرورة تكريس مبادئ النضال والحرية في نفوس الثوار وعموم أبناء الشعب، في ظل وضع تتعرض فيه الجمهورية إلى محاولة اغتيال من الأمام وخذلان لا يقل خطورة من الخلف. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من الدوحة عبر سكايب الأستاذ الصحفي نجيب اليافعي. أهلا بك أستاذ نجيب. مرحبا بكم. حياكم الله أستاذ نجيب. دعنا نبدأ، كيف تقيم واقع الفن في اليمن؟ أين هو الفن الآن من مأساة اليمنيين المستمرة؟ هل يعبر اليمنيون، أو هل يستطيع اليمنيون سماع أوجاعهم عبر أي وسيلة فنية ما يتابعونا؟ وفي الحقيقة لا يوجد فشل التكتلات أو القوى الوطنية التي
نهضت مشروع الإمامة العنصري البغيض منذ سقوط صنعاء وسقوط عمران وسقوط حتى صعدة، ولكن في اعتقادي أن المخزون التاريخي للفن الوطني الأصيل الذي أنتجته ثورة 26 من سبتمبر عام 1962 لا يزال وحيا في وجدان كل اليمنيين، وفي اعتقادي أن ليس من المطلوب من المكونات الوطنية والقوى الفاعلة في الميدان أن تنتج يعني فنا يوازي تلك المرحلة، لأنه تلك المرحلة لا يمكن لها أن تتكرر في تاريخ اليمن، لأنها انتقلت من الظلام إلى الفجر، ومن عدمة الظلام إلى نور الشمس. في تلك المرحلة كان الجميع متوهج، ولذلك سمعنا بالأغاني الوطنية التي لا زال اليمنيون يتذكرونها حتى الآن، ولا زالت صداها تتردد في كل مكان. عندما نسمع النشيد الوطني في كل الجبهات وفي كل المناطق المحررة وفي كل المناطق التي تسيطر عليها الشرعية والمقاومة الشعبية في مختلف المناطق، لا شك أن صوت أيوب لا زال يصدح لليوم، ولا يزال كل يمني يتذكر هذا الصوت الشجي، يشعر بمعنى الجمهورية ومعنى ثورة سبتمبر ومعنى مشروع الإمامة البغيض الذي كبت على نفوس اليمنيين لفترة طويلة، ولا يزال أحفادهم إلى اليوم يمارسون بنفس الطريقة. الفن خلال الفترة الماضية خصوصا بعد ثورة 2011 فبراير بالفعل كان هناك إنتاج فني عالي وواسع وكثير، هنا يعني سمعنا أو تم إنتاج تقريبا مئات من الأغاني الوطنية والشعبية التي خرجت بشكل تلقائي من الجمهور ومن أوساط الشباب وبشكل عفوي، لكن هناك فعلا غياب للأغنية الوطنية وللفن المتعلق بالألحان وبالفن المعبر خلال الفترة الماضية، خصوصا منذ سقوط العاصمة صنعاء حتى اليوم. لماذا حصل ذلك؟ يعني في التحولات التاريخية كما أنت طرحت وقلت 26 سبتمبر 14 من أكتوبر المحطات التاريخية لليمنيين الأخرى حتى فبراير ثورة فبراير، الفن كان يرافق هذه التحولات التاريخية لليمنيين، يبعث في روح اليمنيين الكثير من القيم، الكثير من الأخلاق، يعزز هذه المعاني في عقول أفراد الشعب. لكن الملاحظ الآن أن في فعل المقاومة غاب الإنتاج المواكب، ولا أتحدث عن عدم استحضار إنتاج يعني كان ماضيا. بالفعل كان هناك توجه قومي من كل مكونات وفعالية الشعب، خصوصا بعد ثورة سبتمبر وبعد ثورة 14 أكتوبر في الجنوب، ولذلك وجدنا هذا الزخم الوطني الذي لم يتكرر للأسف الشديد حتى الآن وحتى في المنطقة العربية. لكن ما حصل في اليمن خصوصا بعد سقوط العاصمة صنعاء، الصدمة كانت قاسية على كل اليمنيين، ولا زال اليمنيون حتى الآن في صدمة ويستفيقون منها رويدا رويدا. عندما نتكلم عن التوجيه المعنوي الذي كان ينتج معظم الأغاني الوطنية ومعظم الفن المتعلق بالقضايا الوطنية الواسعة التي كانت تمثل كل شرائح المجتمع اليمني، هذه المؤسسات كلها أصبحت بيد عصابات الحوثي وعصابات المخلوع. لكن في الطرف المقابل حينما نتكلم عن الشرعية نتكلم عن القنوات التلفزيونية، عن الإذاعات، عن المؤسسات الرسمية التي كانت تنتج يعني مثل هذا الفن الوطني الذي يحتاج إلى تكاتف كل القوى والفعالية، وهذا لا يحتاج إلى مجهود بسيط، هو يحتاج إلى مجهود فاعل وواسع. ولكن هناك حالات وإن كانت نادرة وإن كانت بسيطة وإن كانت بمجهودات مؤسسات فردية قليلة استطاعت بالفعل أن تصل بالفن اليمني وأن تعيده إلى قلب المعركة وأن تجعله في المواجهة. ولنا على سبيل المثال أن نأخذ في هذا الإطار الأستاذ محمد الأضرعي بفنه وثقافته الشعبوية البسيطة وبفنه أيضا وبمهاراته التي استطاع أن يصل إلى معظم شرائح المجتمع اليمني وأن يناقش كل القضايا بما فيها قضايا العصابات وقضايا الإجرام وقضايا الدولة وقضايا المواطنة وقضايا الشعب وقضايا دعم المقاومة الشعبية وقضايا الجيش الوطني وقضايا الجوار، يعني استطاع أن يناقش كل القضايا يعني بمجموعة أغاني يعني لا زالت تلقى رواجا ومن أكثر مشاهدة حينما نتابع في صفحات التواصل الاجتماعي وفي أيضا وسائل التواصل، هذه كلها أنت ستشاهد وستقيم من خلال أعداد المتابعين وأيضا أعداد المرددين لمثل هذه الأغاني بالفعل. طيب يعني الآن عندما يعني أنت قدمت نموذجا مهما، الأضرعي في ثورة 11 من فبراير كان له دور كبير وإسهامات بارزة، وهو والعديد من الفنانين الآخرين وأيضا في المرحلة الحالية
نعم، وحتى في المرحلة الحالية، لكن في المرحلة الحالية ليست هناك أسماء برزت مجددا، يعني الآن نتحدث عن فترة طويلة، 3 سنوات إلى حد ما، هي فترة طويلة من عمر اليمنيين، لكن لا نشاهد ذلك القدر، وهناك مأساة كبيرة كما نتابع، هناك كوليرا يعني في جميع الأبعاد بالنسبة لحياة اليمنيين، هناك معاناة، لكن هذه المعاناة لا تترجم في البعد الفني بالنسبة لليمنيين. أين هم الفنانين اليمنيين برأيك؟ نحن نعرف أن الحرب إذا دخلت فإنها تسكت كل الأصوات بما فيها الأصوات الفنية، ونحن نعلم أن معظم الفنانين والمطربين وإلخ هؤلاء أيضا هم من جنس الشعب اليمني، ولا شك أنهم يتأثرون بما حصل إذا كان معظمهم غادروا أو سافروا أو طردوا أو يعيشون الآن في أوضاع صعبة، بما فيهم الفنانين الكبار وعلى رأسهم أيوب طارش العبسي، يعني أطال الله في عمره، يعني يتنقل من مكان إلى آخر ولا يستقر في مكان. حينما نتكلم عن هذا الموضوع نتكلم عن الفن الأصيل المرتبط بالوجدان الشعبي، هم لا شك متأثرون بما حصل وبما يحصل، لكن دعنا نتحدث عن الأماكن المتاحة. حينما نتحدث عن تاز أو عن مأرب أو عن حتى الرياض، سنجد أن هناك إنتاجات فنية غير عادية خلال الفترة الماضية، سواء كانت بالأغاني الشعبية، سواء كان بالشعر، سواء كان بالفن، كان بالمسلسلات، كان بالإسكتشات، كانت بالبرامج الساخرة، وهناك نماذج حية وفعلة واستطاعت أن تغطي جزء مهم يعني من هذا الموضوع. يعني على سبيل المثال نتكلم عن محمد الأضريب بمسلسل غاغا الذي أنتجه خلال هذه السنة وأيضا العام الماضي، وما لقاه من توسع في يعني بشكل مذهل، خصوصا الأغاني الشعبية التي أنتجها وهي طويلة، الحوثي والسمك، صرخة الحوثي، مؤتمر بتقاتل على العيش، عامنا مرت علينا، حوثي ورور، حوثي يعني زندقي، المشرف أبو سمكة، الحوثي انخدعونا، أيضا الأغنية الجميلة التي تكلم فيها عن علي عبد الله صالح والمخلوع اللي هي وصل الطري. هناك أغاني فعلا استطاعت أن تلقى رواجا وأن تلقى حضورا بين المجتمع، ولا شك أنها غطت يعني جزء من الجانب الفني والعاطفي الذي يعطيه طيب اليمنيون. هل أحدثت اختراقا؟ هل أحدثت اختراقا في جبهة الانقلابيين بحيث أنها أعادت لهم نوعا من التذكير بالروح الوطنية، التنبيه بما يقوم به بما تقوم به ميليشيات الانقلاب بالنسبة لجميع اليمنيين؟ هل حققت ذلك؟ هنا كتأثير ولا شك أنه يحتاج إلى يعني إلى وقت، لكن هناك مشكلة رئيسية في الوصول إلى المناطق التي لا زالت تحت أيدي العصابات، يعني هناك مشكلة في غياب أجهزة الدولة في الوصول إلى هذه الأماكن، القنوات الرسمية سواء اليمن الفضائية أو الإذاعة أو حتى القنوات الأهلية والمحلية وأيضا حتى الإذاعة، هذه كلها لا تصل إلى المناطق التي في البث، لا تصل إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة العصابات، وخصوصا حينما نتكلم عن صنعاء وعن مناطق شمال الشمال. هذه المناطق للأسف الشديد الإعلام الذي يصل إليها هو إعلام انقلاب، سواء إعلام المخلوع أو إعلام عصابة الحوثي، وبالتالي وهنا تكمن المشكلة في عدم التأثير الكبير والاختراق الواسع، لأنه ثقافة اليمنية هي ثقافة استماعية وثقافة سماعية وثقافة مشاهدة، غالبا ما يعتمد على ثقافة البحث والقراءة والمتابعة، خصوصا لأن ثقافة الجلوس وثقافة المقايل وثقافة الدردشة هذه متأصلة عند اليمنيين بالفعل. نعم، طيب أستاذ نجيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. ينضم إلينا الآن الفنان والملحن الموسيقي الأستاذ جابر علي أحمد من الحديدة. أهلا بك أستاذ جابر. أهلا وسهلا، حياكم الله. أستاذ جابر، باعتبارك من أهل هذه من أهل هذا المجال ومن المتبحرين في المتخصصين في، دعنا بداية نأخذ تقييمك ل يعني كيف ترى واقع الفن في اليمن المعبر عن هموم المواطن المغذي للقيم الوطنية بالنسبة لجماهير الشعب؟ والله يعني في اللحظة الراهنة من المعلم أنه نحن الآن يعني في لحظة خاصة جدا جدا، فلا يمكن أن نبني عليها، وإنما يمكن القول يعني بأن الحياة الموسيقية اليمنية في الحقيقة مرت بمراحل عديدة، يعني أقصد يعني فيما يتعلق
بالحياة المعاصرة الموسيقية يعني. فإذا عدنا إلى الوراء قليلا فسنجد بأنه منذ ثلاثينات القرن الماضي كان يوجد الحقيقة حراك موسيقي لافت للنظر، وخاصة في عدن، حيث بدأت تظهر في أواخر التسعينات شركات الأسطوانات يعني. وبالتالي يمكن القول بأن عدن احتضنت ما يمكن أن يطلق عليه حركة إحياء الغناء التقليدي اليمني، وظهرت كوكبة من الفنانين التقليديين المرموقين، أمثال الماس، الأب والابن، الجراش، القاطبي، العنتري، باشا راحيل إلى آخره يعني، القائمة طويلة. ففي هذه المرحلة يمكن القول بأنه اليمنيين بدأوا يتعايشوا مع هذا الإنتاج الذي كان محصور في أوساط ضيقة إلى حد ما. لماذا ضيقة؟ لأنها كانت تعتمد على المقايل أو الأفراح يعني، وأصبحت الأسطوانة مع ظهور الأسطوانات اتسعت دائرة التلقي الموسيقي طبعا. طيب نعم، يعني برأيك الآن يعني مع ما نشاهده من تطور تكنولوجي كبير في يعني على الساحة، وهناك أشكال عديدة جديدة بالنسبة للفنانين لكي يعبروا فيها، هناك أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ربما سهلت الأمور بالنسبة لهم، لكن مع ذلك هناك ربما من يلحظ غياب لهذا الدور الفني الآن. إلى ماذا ترجع أسباب هذا الغياب؟ أو بداية، هل تتفق أن هناك غياب لهذا الدور أم لا؟ لا لا، ما في شك أن هناك غياب لهذا الدور. إذا ما الأسباب؟ إذا ما الأسباب؟ إذا هناك غياب. ما هي الأسباب إذا أستاذ جابر؟ أيوة يعني الأسباب، ما في شك بأنه البيئة الموسيقية العامة في اليمن الحقيقة باتت بيئة غير حاضنة لحراك موسيقي حقيقي. فنحن سجلنا تراجع واضح يعني مثلا منذ ثمانينات القرن المنصرم بدأت تلوح في الأفق حالة من التأخر، أو خلينا نقول حالة من تراجع الإنتاج الموسيقي أو من الإبداع الموسيقي. أسبابه كثيرة طبعا يعني، نحن المفروض إذا أردنا أن نعالج أو نستشرف يعني أسباب هذه الحالة، يمكن الوقوف أمام مجموعة من العناصر. مثلا يعني ما هو دور الأسرة؟ ما هو دور المدرسة؟ ما هو دور المؤسسات الثقافية الرسمية وغير الرسمية؟ يلاحظ الآن بأنه بالتأكيد وسائل التواصل الاجتماعي خلقت يعني وسائل يعني أو نوافذ جديدة للحراك، لكن النوافذ هذه مع الأسف يعني لم تشتغل، لأنه في ظل غياب المؤسسة البناء التحتية الموسيقية اللي يمكن من خلالها يكون في مخرجات موسيقية مثلا عارفة وعالمة ومستوعبة المقتضيات التطور الموسيقي يعني. في ظل هذا الغياب طبعا هنا تتعدد الأشياء يعني، يمكن القول بأنه يعني إذا كانت عدن في سبعينات القرن الماضي مثلا يعني تأسست ما يطلق عليه بمعهد الجميل غانم للفنون الجميلة، هذا المعهد لعب دور مهم جدا تمام فيما بعد، وأيضا معهد محمد جمعة خان للفنون الجميلة في المقلة، هذان المعهدان لعبا دورا هاما في على الأقل تجديد الحياة الموسيقية. طيب كيف يمكن الآن أن تعود هذه الحياة الموسيقية، يعود الفن
إلى أداء وظيفته وأداء يعني دوره في حياة اليمنيين في إنعاش هذه الحياة برأيك؟ والله شوف، هناك مقولة قديمة للمؤلف الصيني للحكيم الصيني القديم كونفوشيوس، بيقول هذه المقولة: إذا أردت معرفة حظ أي شعب من الحضارة فأعرف موسيقى. شفت كيف؟ فثمت علاقة جدلية يعني بين الحياة العامة والموسيقى. ومن المعلوم تاريخيا يعني بأن الموسيقى لا تنتعش إلا في ظل مناخ مدني حقيقي، حتى في الممالك القديمة يعني يعني في المملكة السبعية انتعشت الموسيقى وظهرت فرق موسيقية في الحضارة اليونانية، في الحضارة الهندية، في الحضارة الصينية، أوكي، في الحضارة الفرعونية. يعني حيث توجد الحضارة يوجد انتعاش للموسيقى، ولهذا يقال دائما بأن الموسيقى هي يعني تاج الحضارة، لأنها تعتمد بالفعل على مدخلات مخرجات حضارية. ففي ظل يعني غياب أي ملمح حضاري في المجتمع، لا يمكن نحن أن نتوقع بالفعل حالة موسيقية استثنائية يعني جدا جدا. فهمت عليك يا حبوب؟ نعم يعني طيب، هذا يدفعنا للتساؤل يعني. أستاذ جابر، في المعركة أو ما يمكن القول أنه معركة ما بين الزامل وما بين الأغنية الملحنة والمعد لها، من ترى أنه سيربح برأيك؟ لا، هنا ما فيش رابح الحقيقة، حتى الآن ما فيش رابح، لأنه الزامل هو مكون غنائي شعبي، أوكي؟ نعم. المكونات الغنائية الشعبية هي تراث الشعب يعني. وإن أردت الموقف العلمي من المسألة هذه مثلا، وطبعا التراث الشعبي والتراث التقليدي أو ما يسمى بالفولك ميوزك والتراديشنال ميوزك مثلا، يعني هذان المكونان يحظيان في مجتمعات واعية وفاهمة، يحظيان برعاية خاصة، مش من خلال توظيف هذه الأغاني الشعبية يعني، مهما كان هذا التوظيف، وإنما من خلال جمعة وتوثيقة وأرشفة. فهمت علي كيف؟ يعني التراث أولا، يعني هذه هي المسألة الأساسية يعني. أن, 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 أن يكون الزامل مثلا يعني أداة من أدوات من الأدوات الحاملة لأي دلالة، ما يعني الزامل أو غيره من الـ من الـ من, الـ من مكونات الغناء الشعبي في اليمن، وهي كثيرة جدا. شفت كيف؟ طبعا الزامل ربما تقترب منه بعض الفئات، لأنها كزامل بنيته تحتمل مثل هذا التوظيف يعني. لكن هناك في أغاني شعبية كثيرة يعني، ربما اليمن تعتبر من البلدان ذات العمق والكثافة الغنائية الشعبية، سواء كان في البلاد العربية أو في العالم. فيعني الآن نحن نعيش حالة استثنائية جدا، ما لهاش علاقة أبدا بالفعل الموسيقي الحقيقي الذي ممكن نستشرف من خلاله يعني على المدى المنظور يعني حالة موسيقية ما يعني. هذا رأيي الشخصي. نعم، إذا أشكرك أستاذ جابر علي أحمد، الفنان والملحن الموسيقي، كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة. وأعود إلى الصحفي الأستاذ نجيب اليافعي، سأسألك يعني سؤال وأنتظر الإجابة منك بعد الفاصل. يعني أستاذ نجيب، كيف يمكن يعني كيف تحول الزامل كما يتحدث الأستاذ جابر، وهو فن شعبي، كان فن يعلي من شأن الزراعة، يعلي من شأن الإنتاج والحصاد، إلى زوامل تمجد القتل وتعلو وتعلي من شأن الموت؟ لكن دعني أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا. أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أجدد الترحيب بضيفي عبر السكايب الصحفي الأستاذ نجيب اليافعي.
أستاذ نجيب، إذن نعود إلى السؤال الذي يعني طرحته عليه قبل الفاصل، الزامن لماذا يعني ربحت الميليشيا في استخدامه كأداة لترويج رسالتها، لتهيج القبائل، لتهيج الناس جميعهم في سبيل معركتها ضد الوطن، ضد اليمنيين ككل؟ يعني الزامن لم يربح حتى الآن، لأنه في النهاية هو يعني تراث شعبي، وأيضا يعني يستخدم في مناطق معينة ومحددة وليس بشكل عام، ولا يمكن مقارنته بالفن، لأن الفن أسمى وأرقى من الزامل بكثير. الفن هو خلاصة للمجتمعات المدنية الطبيعية، لكن الزامل خصوصا عندما نتكلم عن زامل الحرب الذي تستخدمه عصابات الحوثيين، هذا هو أصلا هي فكرة المجتمع الإمام الوافد الذي يعتمد على تهيج المناطق القبلية باستخدام هذه الزامل، والزامل أصلا في هذه المناطق هو ورسالة الحرب ورسالة التهيج ورسالة الأزمة، والزامل هو بالأساس هو خاصة حينما تكلم عن مناطق الشمال هو إعلان عن الحرب وإعلان عن الأزمة، ولكن هذا لا تجده في المناطق المدنية. أتكلم عن المناطق التي استقرت لفترة طويلة وكان فيها استقرار، خصوصا المناطق الجنوبية أو المناطق الوسط أو المناطق غرب اليمن، وبالتالي لا يمكن الحديث عن رابح. ما طرحته مفهوم أستاذ نجيب، ما طرحته مفهوم، لكن يعني استخدم الزامل أيضا في الإعمار، يعني في التشجيع على الإعمار والحث على التشجيع على الزراعة والإنتاج والحصاد. الفكرة هي لماذا استطاع الحوثيون استخدامه كأداة في يعني تهيج مشاعر الناس وتسييرها نحو القتال والحرب، فيما الطرف المقابل لم يستطع القيام بذلك لوقف ما تقوم به الميليشيا، أو على الأقل ما يرى؟ يعني هو فن بسيط ويلقى على الألسن ويردد بشكل سهل، ولذلك ينتقل بسرعة، ولكن المهم في الأمر هو أن عصابات الحوثي حولت هذا الزامل إلى مؤسسات إعلامية وفنية تقوم بإنتاج الزوامل بشكل مستمر، حتى أصبح يوزع عبر الهواتف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر قنواتهم وعبر القنوات التي سيطروا عليها في العاصمة صنعاء. يعني أصبح عمل ممنهج ومرسم، على عكس الجانب الشرعي الذي كان يفترض أن يهتم بالجانب الفني، لأنه هو الجانب الموازي للمعركة على الأرض، وبالتالي هناك نقص شديد في هذا الجانب. ونحن نتكلم عن أهمية هذا الموضوع، خصوصا الفن، والفن ليس بالضرورة أن يكون هو أن يكون نفس الزامل. هناك مشكلة رئيسية أيضا عند الجانب الشرعية وجانب المقاومة، هو أنهم سحبوا فكرة الزامل إلى الأغاني وحولوها إلى الزوامل، ولكن زوامل وطنية وشعبية، وانسحبوا إلى هذا الفخ السيء وهو المتعلق بالزامل. لماذا نكرر نفس التجربة ونأخذ هذا الزامل؟ لماذا لا تنتج الأغاني الطبيعية المتعلقة بالعود والمتعلقة بالصوت الجميل، حتى نرتقي بالمجتمع وأيضا نسحب المجتمع المتعصب لفكرة الزامل إلى فكرة الفن الطبيعي الذي يتعرف عليه كل المجتمع؟ لكن هذا يعني ألا يعني هذه المعركة معركة تحويل أو توجيه أذهان الناس نحو نوع آخر من الفن، هذه ربما معركة قد يخوضها اليمنيون، لكن بعد تطبيع الأوضاع في ظل بيئة مدنية ربما يطرح كثيرون، هل من الواقع أن نتحدث عن هكذا نوع من المعارك في إطار معركة نحتاج فيها لاستعادة الدولة، ونحتاج فيها لمواجهة يعني ما يقوم به الحوثيون بأداء تشابه هذه المواجهة؟ هناك أدوات فعالة مع المقاومة ومع الجيش الوطني ومع كل من يناهض هذه العصابات. على سبيل المثال، لا على سبيل الخطر، الاستكشافات التي يقوم بها الأستاذ علي السعدني وأيضا عامر الرجوي، هي يعني على سبيل المثال أكل تفاح. هذه الفكرة وهذه الكلمة أصبحت دارجة حينما يقول سقط من الحوثيين، يقول لقد أكل تفاح. هذا مثلا نموذج. حينما تكلم عن برنامج عكس خط للأخ محمد الربع، كيف استطاع أن يوظف الفن
بإيصال الرسائل للمجتمعات. حينما نتكلم عن برنامج يظن ولا نقص لباحشوان، نتكلم عن فكرة يعني من أنواع الفن التي تصل بسرعة للمجتمعات. هناك أيضا أفكار اجتماعية وصلت عن طريق مسلسلات، وإن كانت ليست بطريقة مباشرة لكنها أعادت للفن أرى. هناك مثلا مسلسل الجمرة للأستاذ فهد القرني، هناك أيضا مسلسل هفة للأخ صلاح الوافي، هناك أيضا جلسات الأخ محمد الحاوري التي يبدع ويتألق فيها، هناك أيضا الاسكتشات التي يقوم بها الأستاذ محمد الأضرعي مع الأستاذ علي الحجوري. هذه النماذج فعلا استطاعت أن تقولب قوالب الفن بأشكال مختلفة وبطرق متنوعة لإيصال الرسائل التي تدعو المجتمع لرفض الانقلاب وللوقوف مع المقاومة ولرفض الانحطاط التي جاءت بها الإمامة وتريد أن تكررها عصابة الحوثي في هذه المرحلة عن طريق الزامل وعن طريق الفنون التي تستخدمها لإيصال أفكار يعني فائدية ومناطقية. هناك من يطرح أن هذه المعركة لابد من استخدام فيها كافة الأدوات، والدراما والفن الساخر هو أحد هذه الأدوات، وهناك أدوات أخرى أيضا يجب الاهتمام فيها. لكن دعني في هذه النقطة أو في هذا الوقت تحديدا أرحب بضيفنا الكاتب والباحث الأستاذ أيمن النبيل الذي ينضم لنا عبر الهاتف من ألمانيا. أهلا بك أستاذ أيمن. أهلا وسهلا بك عزيزي. دعني أسألك أستاذ أيمن، أهلا بك، دعني أسألك بسؤال الحلقة، هل قضت الحرب على الفن؟ لا، في الحقيقة هي لم تقضي على الفن، لأن الفن في اليمن، المشكلة في اليمن في كثير من جوانبها، يعني في الحياة الثقافية اليمنية ما أتتش مع الحرب. يعني كان السؤال هذا مثلا واضح، مسألة الفن كانت واضحة غيابها مثلا في 2011 أيام الثورة، ومقارنة هذا بما فعلته ثورة سبتمبر عام 62 من تفجر للطاقات الفنية. ولكن ما جعل هذا التصور باديا وظاهرا وجعل المسألة تبدو وكأنها جديدة هو الزوامل التي يصدرها الحوثيون مع ملاحظة غياب أي إنتاج فني حقيقي يستطيع أن يقارع هذا. فاعتقد كثيرون أن الحرب يعني هي السبب في كل هذا، وأن الحوثيون أيضا هم السبب في القضاء على الفنون وأشياء من هذا القبيل، ولكن هذا ليس صحيحا. المسألة لها عوامل متراكمة طوال 30 سنة. ما هي يعني إذا ما دخلنا في عمق هذه العوامل والأسباب، ما الذي يمكن إيجازه في سياق ذلك؟ طبعا هي المسألة معقدة، والعوامل يعني على الأقل ممكن يبقى في 8 أو 9 عوامل، لكن باختصار شديد نبدأ بالعوامل البسيطة. عندك مثلا مسألة الإنتاج الفني نفسها لم تعد سهلة كما كانت قبل 50 سنة. الرسائل والشكل الفني لم يعد بسيطا كما كان قبل 50 سنة. يعني على سبيل المثال، كانت الأغنية القديمة تحتاج إذاعة، ويذهب شخص لديه عود أو فنان لديه قصيدة جيدة وألحان جيدة ويذهب. وأنذاك أيضا كانت الدولة في ضمن الصراع الإيديولوجي الموجود في العالم كله. على فكرة التفجير الفني هذا بعد الحرب العالمية الثانية كان في العالم كله، وليس فقط في اليمن أو في العالم العربي فقط، في كثير من الدول. هذا الآن مش موجود. الآن الجانب الآخر هو جانب الإنتاجي هذا. يعني الآن الفنان كان زمان يسجل أغنيته في الإذاعة وانتهى الأمر. الآن تحتاج فيديو كليب عشان تقدر تخاطب أنت الشباب، تحتاج أنت صورة نقية، تحتاج أنت معدات هائلة. طيب هذه الأشياء كلها تحتاج أموال، بمعنى تحتاج رأس مال، لم تعد الموهبة وحدها تكفي. هذا السبب الأبسط في الموضوع. في معك أنت أسباب أخرى، مثلا منها تدمير الريف ومسخ المدينة. زمان قديما قبل 50 سنة كان الفنانين يأتوا عادة من الأرياف، مشبعين بالثقافة الريفية التي لم تصلها بعد، التمدن لم يصلها بعد. كان هؤلاء يأتوا إلى المدينة، وأتوا إلى المدينة في لحظة فارقة عندما كانت المدينة تتفجر بالأحلام التحديثية بعد ثورة سبتمبر وأكتوبر. آنذاك كان من السهل أو يعني كان من الممكن على الفنانين أن ينطلقوا ويبدعوا باستنادا إلى هذه الثقافة الريفية الغنية. لكن بعد 50 سنة فشل الدولة الوطنية في تمدين الريف وفي يعني استثراء المدينة أكثر، أصبحت هناك حالة مسخية في اليمن وفي أكثر الدول العربية. يعني هذه الحالة الغياب الفن موجودة حتى أيضا في مصر، مهما كانت الظواهر براقة، موجودة أيضا في سوريا، في دول كثيرة. فهذا جانب. الجانب الآخر هذا على مستوى الثقافة والغناء العام. يعني على مستوى الغناء بعد كذا مثلا الفصحى وكذا، أيضا هناك تدمير حصل بسبب السلك المدرسي وإنهاء طرق التعليم التقليدية. أيضا مرة أخرى في القرى زمان قبل 50 سنة، قبل 70 سنة، كانت المعلامة كما تسمى في اليمن وتسمى في الدول العربية الأخرى بالكتاتيب،
عادة تخرج ناس أو تخرج الطفل عنده مواهب لغوية كبيرة، معرفة لغوية جيدة، ثقافة أدبية لا بأس بها، يقرأ أمهات الكتب أو يتعلم على الأقل ألفية ابن مالك مثلا، يخرج يعني بثقافة جيدة، علوم التجويد هذه مهمة جدا في الأمور الصوتية. فعشان كذا كنت تقدر أنت مثلا في جيل يخرج لك مثلا من هذه البيئة مجرد فقط أن يتلاقى مع تيارات حديثة ويطلع على آداب أجنبية أخرى، يستطيع بعد ذلك أن ينتج أدبا كالبردوني بتلك اللغة الرفيعة يعني، أو عبد الله عبد الوهاب بن عمان الفضول أو شعراء آخرين. لكن الآن نادرا ما تجد أساسا شخص عنده معرفة باللغة العربية كما كانوا هؤلاء. السلك المدرسي في اليمن لا أنه قدر يعلم الناس أو الطلاب تعليم لغوي سليم وينمي عندهم البائقة الفنية حتى على مستوى الموسيقى، خاصة بعد سيطرة الإسلاميين على الفضاء العام وتسييد نمطهم الثقافي على البلد. تم القضاء وتجريف هذه الحاسة لدى الناس. لديك أيضا أسباب أخرى يعني متعلقة كثيرا مثلا المسألة حكاية الإسلاميين. مثلا سمعت أنا المقطع الأخير فقط من كلام ضيفك الكريم، الإسلاميين سيطروا بعد فترة لأسباب كثيرة ومعقدة طبعا بمعاونة الدولة على العالم الثقافي للبلد. طبعا ما ينتجه الإسلاميون عادة، طبعا أنا أعمل هنا ملاحظة فقط عرضية، عادة المتدينين يكونوا أكثر تقديرا للفن من الناس الآخرين يعني، وأكثر عملية في هذا الجانب، لأنه هناك قلق تقليدي وتوجس تقليدي ديني من الفنون، ولهذا يسعون دائما تسعى القوى الإسلامية إلى استغلال واستخدام الفن أو تصويره كما يجب أن يكون. كان هذا موجودا أول شيء معهم مصادر مالية جيدة، وكانت الدولة تسمح لهم بهذا، فكانوا ينتجوا بعد ذلك بين قوسين طبعا الفن الذي يتكلموا عنه. شخصيا طبعا هذا يعني هناك عوامل أساسية تغيب، الفن ليس وعظا، ما يقدمه مثلا فهد القرني أو الأضرعي أو كثيرين غيره، خصوصا فهد القرني في فترة ما قبل 2011 هذا كان وعظ، ما هوش فن حقيقي يعني. ما أقولش إنه ما فيش موهبة، علينا أن نفرق جيدا بين الموهبة وبين الإبداع. في مواهب ممتازة، حتى المسرح الذي كان يقدمه فهد القرني آنذاك كان في معه مواهب ممتازة، ولكن للأسف بلا إبداع، أشياء كلها تلصيقية وعظ وإلى آخره. في مقابل هذا كانت القوى الأخرى قد وصلت إلى مرحلة يأس، وهنا أحيلك الآن إلى سبب إضافي، كانت قد وصلت إلى مرحلة يأس شديد. وعادة طيب الإنسان أستاذ أيمن، الإنسان لما لو سمحت بعد إذنك، نعم تفضل، الإنسان لما يأتش يعمل يحن إلى الماضي. طبعا في بالنسبة عندنا اليمن في معانا تراث جيد في الأغاني الوطنية وأغاني الحب وأشياء من هذا القبيل، فأخذ بعدين هذه القوى الأخرى اليسارية والقومية تجتر من الماضي واكتفت بهذا. تفضل. طيب أستاذ أيمن، لكن بعجالة أرجو منك الإجابة، يعني أنت حدثت عن الشكل وتحدثت أيضا عن المضمون، أعطيتنا نماذج عن اليمنيين في يعني ما بعد مرحلة سبتمبر التي فجرت كثيرا من المواهب في ذلك الوقت، والتي رفعت من يعني نخبوية الأغنية في ذلك الوقت أو الأساليب الفنية إن صح التعبير. الآن يعني عندما نتحدث عن قرى بعيدة متباعدة الأطراف، الناس يذهبون إلى الكتاتيب ليتعلموا هناك وإلى أماكن التعلم القليلة أساسا، ولم يكن هناك أساتذة حتى. الآن عصر التكنولوجيا سهل وصول للمعلومات، سهل الوصول للتدريب أو لكورسات التدريب، سهل الوصول حتى لإمكانات التكنولوجية. لماذا إذن لم يستطع فنان الحاضر أو من يريد أن يكون فنانا في الحاضر أن يعني ينتج فنا يوجه الناس نحو معاني وقيم الوطنية والإخلاص وحب الوطن وما شابه؟ هل هناك نقص في الشغف وهناك نوعا ما عدم إحساس بهذا الألم الذي يعاني منه اليمنيون؟ أنا بحيلك هنا على أمر مشابه، قيس لك نفس الكلام اللي تفضلت فيه. مستوى الطالب الجامعي الآن الوسائل التعليمية الموجودة في العالم مستويات رهيبة، يعني عندك إمكانيات. زمان كانت عشان تذاكر قبل 50 سنة عشان تذاكر تروح تقلب المكتبة وتقلب مراجع وتقضي وقت يعني مهول عشان تجد فقط كتاب، الآن في ضغطة زر. أوكي، لكن من الملحوظ إنه بكل العالم على فكرة مش عندنا فقط، إنه الطلاب اللي كانوا موجودين قبل 50 سنة وقبل 40 سنة مستواهم كان أعلى بكثير من الآن، رغم إنه سهولة الوسائل لا تعني أن الأمور أصبحت سهلة. هناك أمور معقدة أخرى، عندك مثلا حالة الإحباط هذه، عندك حالة أنه في نمط معين، أنت الآن مثلا تطالب أنه فنان يمني يقاوم الآن النمط الثقافي الإسلامي. طيب هذا الشخص إيش يحتاج الآن؟ يحتاج
يحتاج إلى تمويل، يحتاج إلى شركات، يحتاج إلى طبعاً أنت قد لاحظ أكيد كثير من المشاهدين أنه في فيديو كليبات أغاني كذا لطيفة تصدر بدعم من منظمات دولية، هي جيدة ولطيفة يعني مسلية كذا وفيها بعض الإبداع البسيط كذا، لكنها ليست فناً حقيقياً، يعني مجرد تقليد فقط لما يوجد هناك، ليس هناك تعبير عن المخ الإنسان، ليست منهجية ربما عن الإنسان. يعني إذا الفن لم يعبر عن الإنسان يصبح أشياء أخرى لكنه لا يصبح فناً. الفن هو يخلد الإنسان، تجربة الإنسان أيضاً بعض الأحيان أو غالباً يعني مفتون، الفن يبقى مفتون بالحرية. فهناك صحيح الوسائل جيدة وكثيرة لكن الظروف مختلفة. نعم. وأنت تحتاج الآن، هناك معركة كبيرة وهذه المعركة تحتاج إلى أشياء كثيرة ومعقدة، الأمر ممكن وليس صعباً بالمناسبة كما يصوره الآخرون المحبطون والبائسون، ولكن دائماً نحتاج أن نذكر الناس بأهمية العمل. إذن بهذه العبارة أشكرك أستاذ أيمن نبيل، أهمية العمل. إذن شكراً لك الكاتب والباحث الأستاذ أيمن نبيل، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. وبالعودة إليك أستاذ نجيب، هذا العمل هل يغيب الآن بشكل المفروض؟ ما الذي يمكن القيام به لتعزيز، لتوجيه الناس، لتوجيه الطاقات الشبابية لاستغلال الوسائل الحديثة في التعبير عن الفن لإيصال هذه القيم للناس؟ لابد من شغل المؤسسات، لابد من توجه قومي خصوصا من الدولة ومن الأحزاب ومن الكيانات الوطنية التي تؤمن بالدولة وبالمجتمع المدني وبالفن كرسالة خالدة قادرة على الوصول إلى كل طبقات المجتمع بمختلف شرائحهم. هذا لابد من هذا الموضوع، لابد من تعزيز الجهود الفردية والذاتية وأعمال المؤسسات سواء كان قنوات أو إذاعات بطريقة تجعل الفن الوطني هو يجعل الدولة، يجعل بناء الدولة، بناء الإنسان الوطني، الكيان الطبيعي المدني الذي يتعايش مع الداخل ومع الخارج بشكل رئيسي. لابد في هذا الموضوع أن ندفع بهذا الاتجاه. هناك جهود غير عادية، يعني على سبيل المثال موسوعة شعر الغناء اليمني الذي أنتجته وطبع على حساب التوجيه المعنوي في العاصمة صنعاء. هناك 5 مجلدات، هذه الخمسة تقريبا 5 مجلدات تتكلم عن الشعر الذي تم الغناء حوله خلال يعني تقريبا ما يقارب 40 إلى 50 عام. هناك ثروة هائلة من الغناء المتنوع ومن الغناء الأصيل الذي لا يمكن لأحد أن ينساه، لا يمكن لهذا الزمن، الذي لا يمكن لزمن مثلا ما نبالي المنحط الذي أنتجته الإمامة كمعبر عن نفسياتهم المريضة نحو المجتمع اليمني، لا يمكن مثلا لهذا الزمن أن يتكرر في خلد اليمنيين وأن يتحول إلى شعار يعبر كل الطبقات ويعبر كل الأجيال. الزامل وإن كان استطاع أن يتحرك في مناطق الإمامة وأن ينفخ في روح بعض المناطق القبرية، لكن لا يمكن أن نطلق على هذا فن، لأن الفن لابد أن يكون واسع ويتجاوز كل الطبقات. يعني على سبيل المثال من يمكن أن يتجاوز علي ولد زايد وحكمة والخالدة في اليمن كروح معبرة عن اليمن واليمني وعن الأرض وعن الزراعة؟ يعني على سبيل المثال حكمة علي ولد زايد التي يقول فيها، يقول علي ولد زايد ما يجبر الفقر جابر إلا البقر والزراعة، ولا الإبل الذي تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا القلم والدفاتر، ولا مرة من قبيلة فيها القناع والورعة تدبر الوقت كلها، كنا لديها زراعة تجي عنا وقت علان والشبع وقت المجاعة. هذه مثلا الأغنية الجميلة التي غناها أحد الفنانين الخالدين في ذكرى اليمن، عندما يتذكرها أو يسمعها كل مواطن يمني يشعر أنه ينتمي إلى هذه البيئة وأن هذه البيئة تنتمي إليه. لكن الزامل لا يمكن أن تحدثنا بأنه ينتمي إلى هذا المجتمع الأصيل. الزامل بهذه الطريقة وبهذا الانحطاط هو وافد ولا ينتمي إلى هذا المجتمع ولا يمكن أن يتأصل بهذا الشكل الذي قدمه الانقلاب تقصد؟ بالفعل. نعم. لأنه نعم. هو داعي للحرب. نعم. إذن أشكرك أستاذ نجيب، والمعذرة الموضوع مهم جدا لكن يعني الوقت ضيق جدا أيضا. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ نجيب اليافي الصحفي، كنت معنا عبر السكايب من الدوحة، شكرا جزيلا لك، كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزملاء في طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.